ازاي تقدر تبني أطول برج في العالم؟ مدن كتير في العالم دلوقتي صورتها مرتبطة في ذهنك بمباني معمارية، يعني لو قلتلك باريس مثلاً أكيد أول حاجة هتيجي في بالك هي برج إيفل، ولو قلتلك سيدني هيجي في بالك على طول أوبرا سيدني. نفس الكلام لندن ساعة بيج بن. تايوان لغاية 2009 كانت مشهورة قوي بأطول برج في العالم كان موجود عندها، وهو برج تايبي 101 اللي ارتفاعه بيوصل ل 508 متر تقريبا، حاجه كده قد برج القاهره مرتين ونص، وفضل محافظ على الرقم ده لحد ما ظهر برج خليفه اطول برج في العالم، وهو ده اللي هنتكلم عنه النهارده. اهلا بيكم في حلقه جديده من المعماري، انا احمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكايه. علشان تبني أطول برج في العالم طبيعي هيقابلك مشاكل كتير، يعني مثلاً لو عرفت تعدي مشكلة إنك تلاقي بواب يوافق يحرس كل الأدوار دي هيبقى لسه عندك مشكلة إنك تبني المبنى نفسه. إزاي هتقدر تبني برج إزاز بالارتفاع ده كله على تربة رملية وكمان في مناخ حار زي اللي موجود في دبي؟ إزاي هتقدر تأمنه إنشائياً؟ ده غير طبعاً إنه لازم يكون أيقونة معمارية مش مجرد برج عادي، لأنه هيعبر عن صورة دبي السنين الجاية. ومن هنا جت فكرة التصميم اللي قدمها المعماري الأمريكي إدريان سميث، اللي نقدر نقول عليه واحد من أهم المعماريين المتخصصين في النوع ده من المباني. هو اللي صمم برج ترامب في شيكاغو، وقبلها تاور بالاس 3 في كوريا الجنوبية، فما كانش غريب إنهم يختاروه علشان يتفوق على نفسه ويصمم أطول برج في العالم، اللي قرر إنه يبص للطبيعة ويعمله على شكل زهرة الزنبق. علشان كده لو بصينا على شكل البرج من فوق من اللي أوت هنلاقي إن كتلة المبنى تقريباً متاخدة من شكل أوراق الزهرة، وحجم الورقة بيصغر كل ما بنزيد في الارتفاع. وركز قوي في الحتة دي علشان هنرجع لها تاني بعد شوية. المهم المعماري قدر عن طريق الشكل ده إنه يحقق ثلاث مداخل منفصلة للبرج، كل مدخل ليه استخدام، يعني مثلاً مدخل للجزء السكني، ومدخل تاني معمول للأجنحة الاستثمارية، والمدخل الثالث لفندق أرماني بتاع الأزياء والساعات. وبالمناسبة ده يعتبر أول فرع للفندق ده في العالم، واللي صممه جورجيو أرماني بنفسه. علشان كده هنلاقي البرج بيتكون من 160 دور في حوالي 900 وحدة سكنية، دول موجودين في النص في الدور ال 43 لغاية ال 108، ده كده الجزء السكني. الجزء الاستثماري بقى موجود في الجزء العلوي منه من الدور ال 111 للدور 154، والفندق في السفل منه من الدور ال 11 للدور ال 39، يعني من الآخر نقدر نقول عليه مدينة صغيرة، بس بدل ما نعملها بشكل أفقي وتاخد مساحة كبيرة من الأرض زي أغلب المدن، لا إحنا وزعناها بشكل رأسي فوق بعض، وقدرنا نحافظ على الطبيعة زي ما هي، ما أثرناش عليها، ودي نفس الفكرة اللي بتحاول تطبقها السعودية دلوقتي في مدينة زلايل، علشان يقللوا من تأثير المدن دي على البيئة، ونقلل كمان من الانبعاثات الكربونية اللي بتخرجها المدن في الجو، وناخد خطوات بجد ناحية الاستدامة، أو على الأقل تكون environmentally conscious. وزي ما المدن بتحتاج مواصلات علشان تربط الأماكن ببعض، البرج برضو محتاج أسانسيرات علشان ينقلنا بين الأدوار دي كلها، وفي الحالة دي ما ينفعش الأسانسيرات العادية من اللي بتتعمل عندنا في البيوت، أم شفرة دي وجو استنى دقيقة واسحبني، لا الكلام ده ما ينفعش، ده لازم يكون في شبكة أسانسيرات معمولة مخصوص للنوع ده من المباني. علشان كده هنلاقي نظام الأسانسيرات أو المصاعد في برج خليفة هو من الأسرع في العالم، تقريباً نقدر نقول إنه ما تعملش زيه قبل كده، بحيث يقدر يخدم على الارتفاع ده كله. علشان كده هنلاقيه معمول شبه نظام القطارات السريعة بالظبط، في قطر إكسبريس بيكون سريع جداً، وده مش بيقف في كل المحطات، بيقف بس في المحطات الرئيسية، وقطر تاني بيسموه عندنا العادة، بيكون سرعته أبطأ شوية، وده اللي بيقف في كل المحطات عادي جداً، أهي نفس الفكرة دي بالظبط اتعملت في برج خليفة. هنلاقي معمول فيه 57 أسانسير، منهم 8 أسانسيرات سريعة جداً بتوصل سرعتها ل 35 كيلومتر في الساعة، ودول بيقفوا في الأدوار الرئيسية بس، ال 43 وال 76 وال 123، زي المحطات الرئيسية في المترو بتنزل فيها وتغير، وزي ما قلتلكم من الأدوار الرئيسية دي ممكن تنزل وتركب أسانسير تاني يطلعك لباقي الأدوار. بس برضو خلينا نقول إن مش الأسانسيرات بس هي المبهرة في برج خليفة، لأ ده النظام الإنشائي كمان. إزاي المهندسين قدروا يشيلوا برج بالارتفاع ده ويأمنوه كويس جداً من الزلازل اللي ممكن تحصل، خصوصاً إنه معمول على تربة رملية، تربة ما تستحملش الأحمال دي كلها. علشان كده هنلاقي ويليام بيكر، وده المهندس الإنشائي اللي صمم البرج، عمل الأساسات على شكل قاعدة خرسانية ضخمة جداً، سمكها
3.7 متر، يعني ممكن نقول عليها دور كامل من المباني بتاعتنا. والقاعدة دي متشالة على 192 بايل خرسانة، متثبتة كلها في التربة علشان تنقل وزن المبنى للأرض وتثبته فيها كويس. طب خلاص كده المبنى اتشال، نجيب التورتة بقى ونفتتح البرج ونشغل عسيلي؟ لا لسه طبعاً، احنا كده ممكن نكون شلنا وزن البرج، بس في مشكلة كبيرة لازم نكون عاملين حسابها، وهي قوة الرياح. الرياح في المنطقة دي بتوصل سرعتها ل 80 كيلومتر في الساعة، والبرج ارتفاعه عالي جداً، وصعب انه يتحمل قوة بالشكل ده. علشان كده زي ما قلتلك من شوية، فكرة تصميمه على شكل زهرة بتصغر مع الارتفاع ساعد جداً في حل المشكلة دي. الشكل ده ومع شوية تقنيات ذكية ومبتكرة عملوها قدر يوزع الرياح حوالين البرج، وبالتالي يقلل من قوة تأثيرها. وفعلاً الفكرة نجحت، ومش نجحت بس، لأ دي نجحت قوي، وده جرأ المهندسين إنهم يزودوا الارتفاع أكتر وأكتر. ما ننسيت أقولك إن برج خليفة لما تصمم في الأول كان متحدد إن ارتفاعه يكون 550 متر بس، لأن برج تايبي 101 كان ارتفاعه 508 متر، وده كده كان أطول برج في العالم، فإحنا عديناه خلاص، مش محتاجين أكتر من كده. بس بعد الشغل على التصميم المهندسين لقوا إن في إمكانية إنهم يزودوا ارتفاع البرج أكتر وأكتر، فليه لأ؟ ده هيضمن لهم الصدارة والتميز بشكل أوضح، وكمان لمدة أطول. وده اللي حصل فعلاً، قدروا إنهم يوصلوا ارتفاع البرج ل 828 متر تقريباً، يعني ما زودوش متر ولا اتنين، لأ دول زودوا 270 متر كاملين. ده برج إيفل نفسه ارتفاعه على بعضه 300 متر، يعني من الآخر هم بنوا برج فوق البرج. عبقرية تصميم برج خليفة مش بس في شكله أو حتى في الطريقة اللي اتبنى بيها، لا ده كمان في التكنولوجيا اللي اتحققت فيه، لان حقيقي كل مرحله فيه كانت تحدي بالنسبه للمهندسين. يعني مثلا الازاز اللي معمول في واجهه البرج ده ازاز مخصوص بمواصفات معينه علشان يقاوم الاتربه وضغط الرياح، وكمان علشان يقلل من درجه الحراره في البرج. علشان كده تلاقي الازاز معمول من طبقتين، الطبقه الخارجيه متغطيه بطبقه معدنيه هي اللي بتديله الشكل اللامع اللي بنشوفه ده، وكمان بتعكس الاشعه لفوق بنفسجيه، والطبقه الداخليه بتمنع دخول الاشعه تحت الحمراء علشان ما ترفعش من درجه الحرارة جوه البرج، ونحتاج نبرده تاني بالتكييفات. من الآخر بيحاولوا يحققوا الاستدامة عن طريق إنهم يقللوا استهلاك البرج ده للكهرباء. وتخيل بقى معايا فاتورة الكهرباء بتاعت الأبراج دي قد إيه؟ ده غير إنه بيولد جزء من الطاقة اللي بيستهلكها عن طريق الطاقة الشمسية، وبالطريقة دي بيوفر حوالي 3200 كيلو وات في اليوم الواحد. كمان بيحوش المية اللي بتخرج من التكييفات وبيعيد تدويرها مرة تانية في الجناين والنوافير اللي حوالين البرج، ودي مش كمية صغيرة، لا دي كمية كبيرة بتوصل لحوالي 15 مليون جالون، تكفي إننا نملأ 20 حمام سباحة أوليمبي. وبمناسبة المية، مش عايزين ننسى معاناتنا مع مواتير المية اللي عندنا في البيوت، وانت يا دوب ساكن في الرابع، تخيل الناس دي محتاجة تضخ كم متر مية لفوق وبشكل منتظم. ده هيحصل ازاي؟ علشان كده هنلاقيهم صمموا ادوار خدميه بين كل مجموعه ادوار، وعملوا فيها خزانات للميه بحيث توصل الميه للادوار اللي تحتيها من غير اي مشاكل. كمان بيستخدموها علشان تكون محطات لميه الصرف، ما هو مش طبيعي ان الميه دي تنزل من الارتفاع ده كله على الارض، سرعتها هتكون عاليه جدا. ده غير ان الادوار الخدميه دي بيحطوا فيها الاجهزه الميكانيكيه بتاعت المبنى، علشان كده هي ضروريه قوي في النوع ده من المباني. برج خليفه هو مش مجرد مبنى ارتفاعه عالي، لا ده بيعيش فيه اكتر من 35,000 شخص، مدينه صغيره زي ما قلت لكم. علشان كده كان لازم يتامن كويس قوي في حالات الطوارئ. ازاي هتقدر تخلي برج بالحجم ده لو حصل فيه حريق مثلا لا قدر الله؟ طبعا بعيدا عن انظمه مقاومه الحريق اللي موجوده، هنلاقي ان في المباني العاليه لازم يعملوا سلم هروب علشان يخلوا المبنى ده في اسرع وقت. انما في الحاله بتاعتنا احنا بنتكلم على 160 دور، مين اللي هيقدر ينزل كل ده على السلم؟ ده انت على ما تنزل تكون الحريقه اتطفت وبداوا واحده جديده. والاسانسيرات العاديه في الحالات دي بتكون خطر جدا، علشان كده المهندسين هنا عملوا اسانسيرات مخصصه ومتامنه كويس جدا بحيث تضمن نزول الناس للدور الارضي، وده برضو ما كانش كفايه لانها مستحيل تقدر تنقل الناس دي كلها في الوقت المطلوب. فهنلاقي المعماريين صمموا كمان غرف مخصصه لها تهويه منفصله ومستحيل يدخلها اي دخان او عوادم وقت الحريق، بحيث تكون ملاجئ للناس لغايه ما تيجي قوات الانقاذ. كل الحاجات دي وغيرها كتير هي حلول اتعملت بس علشان نبني اطول برج في العالم. النهارده بعد حوالي 14 سنه على افتتاح البرج، لسه برج خليفه هو اطول واشهر برج في العالم ومحافظ على الصداره، وهيفضل رقم 828 هو اعلى رقم قدر يوصل له مبنى عمله الانسان لغايه دلوقتي. يعني بعيدا عن التميز والتفرد اللي حققه برج خليفه، بالاضافه طبعا للدخل السياحي الكبير وانه بقى واحد من اشهر العلامات المعماريه في العالم، الا انه برضه بيحاول يوصل رساله عن توجه مختلف في العمران، وهو فكره اننا نبني بشكل راسي
علشان ما نستهلكش مساحة كبيرة من الأرض ونقدر نحافظ على الطبيعة زي ما هي، ما تتحولش كلها المدن. ده غير المواد والتكنولوجيا اللي استخدموها فيه قللت جداً في استهلاكه للطاقة والمية، ودي حاجات مهمة قوي علشان نحقق الاستدامة ونعمل بنيان مستدام. وبس كده، خلصت حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة، وخلونا نتناقش في الكومنتات. واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من المعماري.